دلوقتي هنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري المصري والدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فدار الإفتاء المصرية هتستطلع هلال رمضان، وده في تمام الساعة 6:30 مساءً، وهتعلن موعد أول أيام رمضان بعد صلاة المغرب في بث مباشر على التلفزيون المصري وعلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية فيسبوك، وده في إطار احتفالية رسمية بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة. النهاردة هيعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق لمعسكر شهر مارس اللي بيشارك المنتخب خلاله في دورة ودية مع منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا بدولة الإمارات. ويعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن مؤتمر صحفي في الساعة 2 ظهراً غداً بمقر الاتحاد المصري للعبة للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر شهر مارس. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 16 من عمر المسابقة، هيلتقي سموحة مع سيراميكا في تمام الساعة 4 عصراً، في نفس التوقيت يلتقي بيراميدز مع الداخلية. النهاردة والعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 28 من عمر المسابقة، هيلتقي أستون فيلا مع توتنهام في تمام الساعة 3 عصراً، وفي تمام الساعة 4 هيلتقي ويست هام مع بيرنلي، وفي نفس التوقيت هيلتقي برايتون مع نوتنغهام فورست. والساعة 6:15 قمة الكرة الإنجليزية والجولة اللي هتجمع ليفربول مع مانشستر سيتي.